السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة غوسات ثانية. اليوم غادي نوجد معكم واحد تشيز كيك بطريقة بسيطة وزبينة، كتكون ثلاثة ديال الطبقات، جوج ديال الكريمات رائعين، مزيج ديال المذاقات كيجي رائع، ما فيش جيلاتين، ما فيش بزاف ديال المواد اللي غادي نستغناو عليها. غادي نصايبو بطريقتنا اللي طريقة سهلة وبسيطة كتوفر في أي بيت هاد المواد المكونات هادي. بقاو معايا حتى الأخير باش تعرفوا الطريقة والمقادير، وما تنساوش تخليو واحد لايك للتشجيع. والمقادير ان شاء الله غادي نحتاجو كطبقه اولى، عندنا هنا 3 ديال المعالق حتى 4 المعالق ديال الزبده مذابه، عندنا هنا البسكوي، اي بسكوي كيعجبكم، الكميه تقريبا اللي غادي نطحنو غيعطينا واحد الزلافه ما عامراش، هذيك هي الكميه اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاجو نص لتر ديال الحليب، جوج معالق ونصف ديال النشا او المايزينا، وواحد فلو ديال الفخيز. الطبقه الثانيه غادي نحتاجو هنايا 5 ديال الياغورت، انا هنا استعملت ديال الفاني اولا بغيتو ديرو السوس، وكاس ديال الحليب بودره. صافي، من بعد ما طحنت البسكوي هانتوما الكميه اللي عطاتني تقريبا زلافه ما عامراش، كنديروها في واحد البول، كنضيفوا عليها ديك الزبده ديالنا. في الاول انا ضفت تقريبا جوج ديال المعالق ما كفاتنيش، وعاود ضفت واحد جوج معالق تقريبا وحدين اخرين، وغادي نخلطوا داكشي مزيان، وغادي نضيف غير واحد المعلقه ما عامراش ديال معلقه كبيره ديال الحليب اولا ديال الماء، غير باش يعاوني ان داك البسكوي يتجمع مزيان، ما تكثروش باش ما يفزكش ليكم البسكوي باش يبقى مقرمش. خديت هنايا المول، خصني ندير نورمالمون كان خاصني ندير البابي كويسون، مع الاسف ملي جيت نحتاجو ما لقيتوش، لقيتو سالا ليا، فاضطريت انني نستعمل الالومنيوم، ماشي مشكل. المهم صافي، درت داك البسكوي غادي نضيفوه في داك المول، وغادي نحاولوا نضغطوا عليه مزيان حتى غادي يشد في راسو وتولي طبقه مستويه، ما تسويش واحد الطبقه يعني طالعه وحده هابطه، نحاولوا نضغطوا عليه مزيان ونقادوه مزيان. صافي بحال هكا، وغادي نخليوه جانبا، ندوزو للطبقه الثانيه اللي غادي ناخذ فيها داك الياغورت. انا هنا قلت لكم استعملتو بنكهه الفاني، بغيتو تستعملو مسوس، اذا كانت عندكم مسوس فغيمكن غادي تضيفو ديك ساعتين سكر، من الاحسن يكون سكر بودره اذا كنتو غتضيفو السكر. صافي انا ضفت هنا الكميه ديالي كامله، وغادي نضيف داك الكاس ديال الحليب بودره، وحتى هنايا يعني الا جاكم المذاق يعني ديالها باقي مسوس يمكن لكم انكم تزيدوا السكر، انا ما بغيتش نزيد السكر، صافي يعني اكتفيت غير بداك الحلاوه ديال الياغورت، اصلا كيكون حلو. غادي نخلط مزيان داك المكونات حتى غتولي لي على شكل كريم، كتجي واحد الكريم رائعه، هانتوما كيفاش كيجي القوام ديالها، كتجي غزاله الصراحه. صافي هنا من بعد ما خلطتها مزيان غادي ناخذ المول ديالي اللي درت فيه داك البسكوي، وغادي نخويو لا كريم من فوق منه. بحال هكا، وغادي نحاولوا نقادو السطح ديالها باش تجي واحد الجهه، ما تجيش واحد الجهه طالعه واحد الجهه هابطه، غنحاولوا نقادوه مزيان بحال هكا، وغادي ندخلوه الفران. انا اللي ديجا مشعلاتو يعني عافيه مجهده حتى كيسخن، ومن بعد غادي نقصوا العافيه مهيله ونخليوه يطيب، راه ما كياخذش مده طويله يعني كيكون الفران سخون، غادي ياخذ عندنا ما بين ربع ساعه 10 دقائق حتى 20 دقيقه، يعني ما غاديش ياخذ معاك الوقت بزاف على حساب الفران ديال كل واحد. وصافي ملي كتشوفوا فحال هكا كتقيسوه بيديكم في الفران كيبان لكم ان ديك الطبقه صافي تجمدات بحال شي فلون، بحال ما كتبقاش يعني كتلصق وما كتبقاش سائله. غادي نخليوه جانبا وندوزو نقادو الطبقه الثالثه. هنا غادي ناخذ داك السيترو ديال الحليب، وغادي نضيف عليها داك جوج معالق ونص ديال النشا اولا مايزينا، ونضيفو داك الفلون ديال الفخيز. الا ما كنتش عندكم الفلون ديال الفريز يمكن لكم تستعملوا غير نكهة هاد الفريز، حتى هي كافيه بالغراض كيعطيو نفس اللوغو. وغادي نخلط مزيان وندعو فوق النار حتى غادي يجمدوا لينا. هنايا السكر تقريبا استعملت 3 حتى 4 المعالق ديال السكر، يعني داكشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وصافي كما قلت لكم غادي نوضعوها فوق النار حتى غادي تعقد لينا الكريمه مع التحريك المستمر، ما تخليوهاش وتمشي وتقضيو شي حاجه اخرى، لان غادي الكريمه كتحرق من التحت، ونتلاقاو بعد ما توجد لنا الكريمه ديالنا. صافي من بعد ما وجدت لنا الكريمه ديالنا كنضيف عليها واحد المعلقه ديال الزبده، ونخلط مزيان حتى الكريمه سخونه باش تعطينا واحد المعمل الفوق، وغادي نضيفوها على البسكوي ديالنا اولا على الطبقه الثانيه اللي درنا في الفران، غادي نضيفوا عليها هاد الكريمه هذه
بحال هكا غادي نضيفوها عليها، واخا بقا سخونه ماشي مشكل، ما تخافوش غير خويوها ما غيبقى عليها حتى شي حاجه وصافي. غادي نحاولوا نضربوا المول، انا نسيت ما ضربتش المول مع ما خبطتوش مع البوطاجي، لان كيبقى فيه واحد الفقاعات ديال السخونيه، حاولوا تخبطوا هكا مزيان فوق سطح العمل باش يخرجوا دوك الفقاعات وصافي. وما تقيسوش بالمعلقه باش ما تخسرش لكم الوجه ديالها، هي براسها كتقاد. خليوها فوق سطح العمل يعني حتى تبرد مزيان، ودخلوها الثلاجه تبرد عاوتاني واحد الساعه، ومن بعد قدموها كيف ما عجبكم. انا صافي هنايا انا ما خليتهاش صراحه بزاف، خليتها بردات في درجه حراره المطبخ، ومن بعد دخلت الثلاجه واحد السويعه حتى سويعه ونص، الا خليتوها اكثر غيكون احسن، ولا دخلتوها المجمد غيكون احسن اكثر باش كتجي قاطفه فاصلا ملي كتقطعوها ما كتخسرش ليكم. صافي غادي نحاولوا نديموليوها من المول. باش قلت لكم البابي كويسون زوين، يعني كان ممكن انك تحيدي تجري غير بابي كويسون تحطيها في الطبسيل، انا ما قدرتش نجبدها لان الالومنيوم كيلصق، راكو عارفين كيفاش الصعوبه ديالو كيفاش كتكون. صافي هنا غادي ندوز نقطعها على 8 القطع، هذا المول هذا عطاني 8 القطع. الا استعملتو مول اصغر غتجيكم تشيز كيك عالي بزاف وغيجي زوين احسن، انا ما كانش عندي المول يعني صغير، كان عندي غير هذاك متوسط. صافي هنا قطعتها درتها في الطبسيل. هنا عندي هاد لي فرومبواز، هادو غير حليوات على شكل فرومبواز، ولا بغيتو تستعملو كراز يعني داك الكراز المعسل حتى هو كيجي بنين، اللي كان عندكم زوقو بيه اولا غير الشكلاط اللي كان عندكم. صافي غير التزيين فقط، كنقدمها لكم بحال هكا بالصحة والسلامة. نتمنى انها تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، والمقادير تكون جاتكم بسيطة، لان فعلا ماشي شي حاجة اللي معقدة، المقادير كلها متوجدة في اي بيت وفي اي حانوت كيكون قريب لكم، يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير.